الشعب يريد أن ترحل هذه العصابة، كل العصابة، وأن يدخل في مرحلة وسيطة بقواعده وليس بقواعد النظام، وبلعبة شفافة وليس بمحاولة انقلاب أو بانقلاب ناعم كما تم مؤخرا. المرحلة الانتقالية هي مرحلة الفخاخ للثورة المضادة، بحيث أن النظام يصدر رموزه ويصنع ثقل شعبي موازي للحراك، ثم يخترقه إلى القلب لتكون مركز عملياته، لها شرعية شعبية ورموز زائفة، ويدير الحراك من خلاله. الآن الشعب تفطن لهذه اللعبة، يريد الشعب أن يحافظ على قواعده، يحتاج إلى بعض الوقت لهيكلة قواعده وإخراج ممثليه، ثم الذهاب إلى مساحة جديدة من تفعيل أدوات قوة المجتمع وتركيز كل طاقات المجتمع لإنتاج عقد سياسي واجتماعي جديد. هذا يحتاج إلى مركز قيادة شعبية الآن بدأت تتشكل، وهو التحدي. لكن الخطر، كل الخطر، أن الجماهير الشعبية التي تستعجل الحل تنتقل إلى لعبة النظام، حيث ترى أن هذه القيادة الزائفة التي سوف يصدرونها لتمثيل الحراك، وهذه الجماهير المغرر بها هي التي سوف تصوغ الحل، وبالتالي يدخلون في مساحات الثورة المضادة. لابد البقاء في مساحات الحل الشعبي هو الآمن، ولو كان هناك اضطرار أن نترك المناصب السيادية شاغرة لبعض الوقت، هذا لا يضر. الذي يسقط، نعم، سنتساءل حول تلك النقطة تحديدا، لأن المرحلة الانتقالية ستأخذ ربما وقت كبير كي تحقق نتائجها، أو كي يرى الشارع الجزائري أن تلك المرحلة بدأت بالفعل. هو الآن فيه حرب حقيقية، حرب باردة حقيقية، بين أسلوب النظام وقواعده، حتى يخلق كتلة موازية لحراك الشعب ويخترقها للقلب، ثم بعد ذلك يدير الحراك، بمعنى أن يخلق مركز قيادة جديد يتجدد من خلالها، لأنه الآن يتآكل أمام قوة وحراك الشعب الجزائري. الآن التحدي أن المساحة الشعبية، الحراك الشعبي، يخرج ويفرز مركز قيادته، تجمع فيها الطاقات والقدرات وتوزع فيها الأعمال، ثم بعد ذلك تخرج الممثلين، ثم تخرج المشاريع والبرامج، والتي تصل في النهاية إلى العقد الاجتماعي والسياسي الجديد، وعدم الاستجابة لإغراءات النظام ولا لعروضه المتكررة لكي يفرق الحراك، لأنه سوف يستعمل ثلاث تكتيكات. التكتيك الأول هو خلق قلب قيادة مركزية خارج إطار الحراك الشعبي. الثاني هو اختراق الطبقة الحرجة الواعية من النخبة وعزلها عن الحراك الشعبي الحقيقي، فإذا عزلها يستعمل أسلوب الصدمة مع الجموع الشعبية لكي تتراجع، ثم يتعامل عملا أمنيا عنيفا شرسا مع النخبة الصلبة التي تعتبر هي القيادة المركزية المستقبلية الحقيقية للشعب الجزائري. أنا أرجو أن الشعب الجزائري يتفطن لهذه اللعبة، رأيناها في أكثر من دولة، وهو سيناريو مصري مضغوط جدا جدا بشكل متسارع، سرعة صاروخية مجنونة، نعم، لكي يجلسونها ويطبقونها على الساحة الجزائرية. هناك دعوة لاستيعاب الشعب الجزائري حقيقة الدور الذي يقوم به العسكر ربما، والتعلم من الدول المجاورة وما حدث لها في ثورات الربيع العربي، لكن مع تلك السيناريوهات هل سيترك العسكر الأمر بسهولة؟ الأمر ليس متعلق فقط بالعسكر، نعم، الأمر أنه هناك عصابة عميلة مخترقة تنتمي انتماء عضويا للمحتل، ولها ارتباطات مع فرنسا مباشرة، والآن غرفة عمليات قائمة بذاتها، فيها فرنسا وفيها الإمارات وفيها مصر حتى، وفيها عدد من الدول العربية، نعم، وعدد من الدول العربية لإجهاض الحراك الشعبي. حاولت هذه العصابة أن تزيح وتضعف قيادة الأركان بعدما رأت أن الشعب أزال الرئاسة والحكومة، تريد أن تتموضع في قلب مركز صنع القرار مرة أخرى، وهو الآن هذا الصراع الجاري على الأرض. حاولت اختراق الحالة الشعبية فشلت، حاولت إلقاء رموزها لكي تقود الحراك الشعبي أفشلها الشعب، وحاولت خلق وزن شعبي موازي للحراك
أيضا أفشلها الشعب بطوفان 8 مارس، والآن التحدي يوم الجمعة القادم في 15 مارس. لابد أن يكون هناك حراكا مكثفا يلقي يتلقف عصي وحبال سحرة هذه العصابة. ما أقوله الآن، نحن أمام حرب باردة حقيقية لإخضاع الشعب مرة أخرى وتثبيت الهيمنة واستعادة هذه العصابة المخترقة لمراكز صنع القرار، ولابد أن لن نسمح بذلك ولن يسمح الشعب الجزائري بذلك مهما طال ذلك زمنا أو كلف ثمنا. نعم، هناك تصريح من الناطق باسم جبهة التحرير الوطني ربما بعقد اجتماع في مايو المقبل، ما أهمية هذا التصريح في التوقيت الحالي؟ الآن يريدون استعمال كل قواهم الناعمة ومدارسهم السياسية من أحزاب تقليدية التي كانت الحقيقة ولا زالت هي جزء من المعضلة التي يعاني منها الشعب الجزائري والذي خرج لكي يزيلها كلها. هناك محاولة لتصدير حل النظام باعتماد الندوة الوطنية واستدعاء كل القوى الحية إليها، وبالتالي يدخلونها في قواعد النظام مرة أخرى، ثم بعد ذلك يجددون أنفسهم باستعمال القوى الشعبية. أنا الحقيقة اللعبة واضحة، ما أريد أن أقوله لماذا هذا الاستعجال؟ هل هي محاولة اختراق النخبة كما ذكرت منذ قليل؟ محاولة توظيف المرحلة الانتقالية لصالح النظام، ولهذا نقول أن المرحلة الانتقالية هي أخطر ما في الموضوع، ولابد رفضها كليا واعتماد المرحلة الوسيطة بالقواعد الشعبية. نعم. ما أريد أن أقوله مهم للغاية الآن، وأريد أن الشعب الجزائري يسمعه، أن الغرفة المضادة، غرفة الثورة المضادة اللي فيها فرنسا وبعض الدول العربية ومع العصابة، عندهم الآن ترون تسارعهم في محاولة إخضاع الشعب الجزائري مرة ثانية. لماذا هذا التسارع؟ لماذا هذه السرعة الصاروخية الجنونية؟ يخافون من سيناريو اشتقاقات واسعة في أسلاك الأمن والجيش واصطفافها مع الشعب. هذا هو سيناريو الكارثة بالنسبة للغرفة المضادة. والآن فيه محاولات إلى التوجه للعمل الأمني حتى يؤلبون الأمن على الشعب والشعب على الأمن، فيضربون بعضهم ببعض، فيجدون بعد ذلك مسارات للوصول إلى إخضاع الشعب وإضعاف قيادة الأركان. هذه الخطة الآن المعتمدة نحذر منها ضباط الجيش الشرفاء اللي هم أبناء الشعب. نعم. ونحذر منها أيضا الشعب أن لا ينساق إلى هذه الاستفزازات وأن يواصل التكتل الواحد والكامل والقوي نحو مركز صناعة القرار في الجزائر. أن نرفض كل حلول العصابة ونولد حلولا من داخل ومن رحم الشعب ومن داخل القيادة المركزية للشعب. نعم، إذن هي مرحلة حساسة للغاية وحرجة للغاية. لابد أن يكون الشعب الجزائري على درجة كبيرة من الوعي. نعم. كي يتفاداها ويمر بسلام. تحدث عن الضغوط الخارجية ربما. نعم. من قبل بعض الدول العربية. نعم. من بينها الإمارات والنظام حتى في مصر. نعم، الحقيقة أنه الضغوط الخارجية تبدأ من فوق. نعم. عندنا أمريكا كانت بقيادة أسطولها السادس سنتكوم وقيادة قواتها الأفريقية أفريكوم طيلة الأسبوع الماضي في الجزائر، وعقدت جلستين ليومين متواصلتين مع قيادة الأركان. فرنسا أيضا اتصالات مباشرة. تخيلوا أنه من خلال في وقت هذا الحراك السفير الفرنسي ذهب إلى فرنسا بالطائرة في يوم واحد مرتين ذهبا وإيابا. نعم. الإمارات دخلت بكل ثقلها التكنولوجي الآن مؤقتا، وعندنا معلومات أنها تريد أن تحضر لمرحلة ميليشيات ضد الشعب الجزائري، هذا نحذر منه أيضا. الآن تجيش كل الذباب الإلكتروني لتعطيل حسابات الناشطين الجزائريين، وهو معروف الآن ومشهود محاولة اختراق 39 محاولة اختراق في هاتفي يعني. نعم. بالنسبة لمصر، المجلس الأمن القومي المصري اجتمع كل طيلة هذه الأيام الماضية، والحقيقة الذي شد الانتباه هو تصريحه في أنه لابد الانتباه إلى المسارات الاستراتيجية لحدودنا الغربية. فهو لم يقل على الحدود بينها وبين ليبيا، وإنما قال المسارات الاستراتيجية لحدود الغربية، بمعنى أنه يعتبر أن ليبيا بالنسبة له الآن كعكة خالصة للجيش المصري عنده نصيب فيها كبير، والمسارات الاستراتيجية يقصد بها الحدود الجزائرية.
فوجه توجيها مباشرا قوات حفتر لكي تنحاز و تتوجه إلى الحدود الجزائرية، كأن نعم. هناك شيء يدبر، أنا أحذر من ذلك، لا يأتينا منهم خيرا، لا من الإمارات ولا من حكومة الانقلاب في مصر ولا من غرفة العمليات المضادة. لابد أن الشعب يكون جاهزا، وأن نعم. الشرفاء في أسلاك الأمن والضباط وصف الضباط إلى العقداء إلى الضباط السامين أيضا، نوجه لهم هذا النداء أن يكونوا حذرين من أن الاصطفاف مع الشعب وليس مع القوى الأجنبية. إذن هناك ضغوط خارجية ربما لإسهال تلك الثورة الشعبية مثل ما يحدث في كافة دول الربيع العربي. قلت لك أن الخوف، هناك ضغوط كبيرة على قيادة الأركان لكي يعزلوها عن الحراك الشعبي. نعم. فالخوف كل الخوف أن أفراد الجيش يصطفون إلى الشعب والشعب يملك الشرعية وأفراد الجيش يضيفون له القوة والسلاح. تحدثت فإذا عن كان هناك فإذا كان هناك شرعية وسلاح فخلاص خرجت اللعبة من تحت أيديهم. نعم. واستلم الشعب السيطرة والسلطة. نعم، تحدثت منذ قليل عن أهمية الجمعة الماضية للحراك الشعبي الجمعة القادمة في الحراك الشعبي الجزائري. في عجالة، ما هي أهمية هذا الحراك الجمعة القادمة، ومتى يبدأ الشارع الجزائري في العودة إلى مساكنهم ربما وتهدئة الشارع؟ هي الحقيقة جمعة التأكيد وطلب رحيل العصابة، كل العصابة، وأنهم جمعة الرفض. نعم. الرفض الكامل لما طرحه بين قوسين من ادعى أنه رئيس الجمهورية وأنه قدم إصلاحات وصدر وجوها، وأنه يرفض تلك الوجوه ويعتبرها جزءا من المعضلة. والجمعة هو أيضا يوم الامتحان، يوم يكرم فيها الجيش أو يهان، يوم يبرهن الجيش أنه سليل جيش تحرير الوطني وأنه سوف يصطف إلى شعبه وأنه سوف يقف إلى شعبه مقابل ويحترم خياراته وإرادته الشعبية، أو أنه سوف يصطف مع العصابة لا قدر الله، والحقيقة سوف تكون هذه الفاضحة وسيكون لها ما بعدها. مبكرا الحديث ربما عن العودة من الشوارع في مختلف أنحاء الجزائر. لا ينبغي أبدا التوقف عن الحراك، أنصاف الثورات قبور الثوار، والتراجع الآن سوف يعمق الفجوة الأمنية وعملية الإذلال الكبيرة للرجوع مرة ثانية وتكون صعبة كثيرا. شكرا جزيلا لك السيد رضا بدرع، أمين عام حركة أحرار الجزائر.